الجواب بيطلع عندي يا مس 2.5. اوكي هلا نيجي يا مس نطلع على هذا الجدول. تمام، شوفوا هون. هلا في عندي انا امثله، في عندي تعبير بالجبر كيف بدي احوله للسمول بيسك. هلا في عندي و اكس واي زد. تمام، هلا لو حطيت انا بيناتهم اكس او ما حطيت بيناتهم ولا شيء، هاي اذا عمليه ضرب. كيف باجي بحول؟ باجي بحكي اكس ستارت واي ستار عفوا ستار واي ستار زد. اوكي هلا الزائد هي نفس الزائد بالسمول بيسك. اوكي هلا التنين بحطها تنين، بما انه هون بين التنين والقوس ما في اشي، اذا شو رح تكون عملية؟ عملية ضرب، فرح احط ستار. اوكي رح احط بفتح الاقواس زي ما هما بخليهم اكس زائد واي. هلا نيجي على المثال الثاني اللي هو اي زائد بي تقسيم واي اكس زائد واي. هلا بنلاحظ هون يا مس انا في عندي البسط مركب والمقام مركب، يعني في عندي عملية حسابية في البسط وفي عندي عملية حسابية في المقام. في هاي الحالة اذا بتتذكروا شو حكينا، بيكون في عندي قسمة مركبة في البسط وبالمقام، لازم استخدم الاقواس. تمام، عشان اعمل ترتيب العمليات الحسابية لما اجي بدي احل. هلا رح نحكي عنه. اذا شو رح اجي احكي؟ رح احكي اي زائد بي بين قوسين تقسيم، رح احولها لسلاش اكس بلس زائد واي بين قوسين. هلا كمان نفس الشيء انا عندي فيه هون البسط عبارة عن بسط مركب على المقام زائد اي بي. هلا هون شو رح اجي اعمل؟ هلا لاحظوا 3 اكس، يعني 3 مضروبة باكس. تمام، زائد 4 مضروبة بواي، اذا بين 3 والاكس رح يكون في عندي ستار، وبين 4 والواي شو رح يكون في عندي؟ ستار. تمام، والبسط كله شو رح يكون محطوط بين قوسين، هيو 3 ستار اكس بلس 4 ستار واي كله بين قوسين سلاش، هي عملية القسمة، هي القسمة حولتها اللي هي بي حطيته المقام. هلا البي مش بحاجة اني احطه بين اقواس لانه مش مركب، يعني عبارة عن رمز لحاله متغير لحاله. اوكي زائد اي ستار بي، ليش هون؟ لانه في عندي هون عملية ضرب. تمام، لو اذا كان في اكس او ما كان في اشي اذا هون في عندي انا عملية ضرب. تمام، نطلع يمس على هذا المثال. تمام، هلا قبل شوي انا شرحته. تمام، شوف هلا في عندي انا الترتيب. تمام، هلا في عندي هون انا ضرب ضرب بين الاكس والواي وبين الواي والزد. تمام، في عندي عملية الجمع رح تنزل، بعدين في عندي هون عملية ضرب بين التنين مضروب القوس كامل، وفي عندي عملية جمع. تمام، بس نقوم بعملية استبدال العمليات الحسابية بما يقابلها بالسمول بيسك. هي حطينا الستار بيناتهم، وحطينا الستار بين التو والعملية الحسابية اكس بلس واي. تمام، هلا نيجي يا مس نطلع على هذا المثال الثاني اللي هلا قبل شوي شرحت لكم اياه. في عندي انا اول شيء عمليه جمع في البسط، وفي عندي قسمه، وفي عندي عمليه جمع في المقام. اذا في عندي بسط مركب وفي عندي مقام مركب وبيناتهم عمليه قسمه. تمام، هلا لاحظ وجود بسط ومقام مركبين. تمام، بما انه حكينا مركبين شو لازم يكونوا؟ بين اقواس. اذا باخذ البسط بحطه بين اقواس، باخذ المقام بحطه بين اقواس، وعمليه القسمه رح تكون ايش انا عندي؟ سلاش. اوكي طيب هلا نيجي نحكي على اولويات العمليات الحسابيه. تمام، هلا التعبير الحسابيه البسيطه اللي فيها معامل حسابي واحد انه سهل اني احلها يا مس، لكن لما يكون عندي عمليات حسابيه مركبه. تمام، يعني في عندي او عمليات، يعني في عندي اولويات حسابيه، عندي اكثر من عمليه حسابيه موجودة عندي بنفس المسألة. تمام، فأنا لازم إيش أعمل؟ أراعي تسلسل تنفيذ الأولويات. أشوف الأولويات هاي كتير مهمة. أول شيء في عندي الأقواس، في عندي الضرب والقسمة، في عندي الجمع والطرح. إذا تساوت الأولويات يتم التنفيذ من اليسار إلى اليمين. طبعا هذا مخدينه بالرياضيات كله. تمام، تمام، إذا اللي مخدينه بالرياضيات، بالرياضيات يطبق على السمول بيسك، دائما الأولوية للأقواس، بعدين الأولوية للضرب، بعدين الأولوية مين؟ للجمع والطرح. وإذا تساوت الأولويات يتم التنفيذ من اليسار لليمين. هلأ يا مس بدك تحبها، هاي مهمة. عدد العمليات الحسابية هو يساوي عدد خطوات الحل. أنت عندك 10 عمليات حسابية، رح يكون في عندك 10 خطوات حل. في عندك 4 عمليات حسابية، رح يكون في عندك 4 خطوات للحل. نجي يا مس نطلع على المثال اللي موجود هون. تمام، شوفوا ناتج التعبير الحسابي الآتي مع بيان تسلسل التنفيذ. هلا لما نيجي نعد أمس العمليات الحسابية، خلينا نعد. عندي الزائد هي 1، القسمة 2، الضرب 3، الناقص 4. إذا أنا كم عدد العمليات خطوات الحل رح يكون عندي؟ عدد خطوات الحل يساوي عدد العمليات الحسابية الموجودة اللي عندي وهي
4. تمام. هلا يا مس لو بدنا نيجي نطلع على هذا التسلسل الحسابي.